احنا واقفين عادي وماسكين الخدمه ولقينا القنبله فوق مننا اتفجرت. دي اول حاجه. الثانيه كانت محطوطه فوق الحناء رميناها في الشارع، راحت بعد ما يفرون عليها وسبناها راحت مفجره في الضباط. ثلاث ضباط اتصابوا وزميلي مسك في جنبه من القنبله وراح جات الاسعاف على طول خدتهم وديتهم المستشفى. واحنا قاعدين مستنيين مع ست اللواء صابر موجودين معاه مستشير المكان عشان ما فيش حد يعني يتلم حوالينا ولا كده، ومشينا كل الناس. ده كل اللي موجود، بس احنا كل اللي موجود ان احنا خايفين على زمايلنا، بس عشان جرى لها حاجه يكون مثلا واحد تعبان اكتر من التعب اللي هو فيه، بس زميلنا ده ماسك جنبه والظابط وشه ده كله راح. بس هذا كل اللي موجودين. واديك سعادتك وقفنا الكوبري، وقفنا العربيات والظباط جابت الاسعاف والمطافي، ممنوع اي حد يعدي، ولما نشوف الدنيا دي ماشيه ازاي. وخلاص على كده خلص الكلام يا باشا، وده كل اللي احنا قلناه، وربنا يستر علينا وعلى زمايلنا وما يحصلش اي حاجه تاني. الحمد لله.